فريد حرف الاف حرف الاف حرف الاف. هم مغلق. حجي رايد تاكسي؟ لا عمو لا ما رايد تاكسي. شنو ما رايد حجي؟ لا شكو واقف نص الشارع دام رايد تاكسي. طبوا بيتكم جوا شكو، انا وقفت لك بعد لازم تصعد. وليدي شنو لازم؟ قوه يا اخي اخذ تاكسي، يعني اخذ تاكسي من الشارع او توديني للهول؟ والله هذا حكي ما قوه اصعد يعني؟ لا حجي لازم تصعد، توقف نص الشارع بعد ما يصير انا وقفت لك. اخي انا ما وقفتك، انا دا اخابر صديقي فريد بحرف الاف، ما اشوف الاحرف، سويت هالشكل تعبالك انا اشرك. حجي شنو مديت ايدك؟ يا صديقك وين الاخلاق؟ هاي شلون؟ انت ايش كبرك ما تستحي تضحك على الناس؟ احترم نفسك، احترم. صوتكم عالي ايش عجب؟ شنو ممكن تفهموني شنو المشكله؟ افهم المشكله وعود عاتبني يقول لي ليش صوتك عالي؟ خليني اسمع بالله احكي. اخي اي مديت ايدي طلعت الموبايل راح امثل لك اياها. اي سوي لي هذا. مديت ايدي هالشكل صديقي بحرف الاف اف اف مو مديت ايدي هالشكل هو عبالي انا اشرت له ما اشرت له وعيونك ما اشرت. كذاب كذاب هو اشر لي هيك اشر لي. يا بيش احلف لك وراسي لك رينك ما اشرت له بعد. عمي تبي تستحي؟ ها مو عيب عليك؟ نوب رجال ايش كبرك ايش قدك؟ شو جاهل انت؟ واقف تاشر للعالم بالغلط؟ شنو لوتي صاير؟ تعرف انت سايق تاكسي كاتلهم الجوع يحصلهم 10,000 20,000 علاقه للجهال هسه ناسب على العالم شنو؟ شنو لك بهالسوالف هاي؟ اخي ما تقدر شنو لك بهالسوالف؟ عيب عيب استحيح ولا برغي ولا حر ولا طعجه. احترم نفسك لا تصيح اقول لك ما شرت له ما شرت له ما شرت له. اخوي انت مبين خوش ولد ايش قد كروتك؟ لا انا ادفعها. انت هم مبين خوش ولد وفاعل خير بس انا راح ترش اسوي؟ شو اسوي؟ راح اخليها بذمته. دير بالك دير بالك خليها بذمتك ادفع ادفع ايش قد ما يريد يدفع عمي كل سهوله بالذمه عمي انا اسف ما اخليها بذمتي عمي ابوس راسك واعتذر منك ايش قد الكروه 5000 5000 ماشي تؤمر امر عمي جيب تؤمر امر صدق كذب 5000 هاي ال 5000 واعتذر منك وهاي بوسه للبنيد وروح الله وياك ولكم انا بيا دنيا عايش ايش بيك عصبي قلت لك جبته وجيت من الشارجه ايدي تعال تعال انت وين خبصتني وينك وينك ماكو شو السالفه محمود وينك ما تقول لي وينك شاي نام كيف فتت وانا كنت واقف باب القهوه وين ما ادري ايش تلعب بتليفونك وما ما شفتني هسه المهم جبته اي طبعا جبته ترى محتاج الدخله وياي بس فهمني فهمني ايش بيك شكو شكو ايش صاير هسه انت بس قول لي جبته وين هو بس قول وين موجود موجود هسه فهمك بس قول لي ايش بيك انت ايش بيك متعارك تريد هوبز بي بس فهمني لك هذا غير غبي لك شنو متهوبز شنو متعارك شنو ايش بيك انت بس قول لي سيف وينه بابا موجود جوا الميز بس قول لي شكو لك تضحك عليه انت وين اجولني والله ما ضحك عليك بس قل لي ايش بيك قل لي ايش بيك بس فهمني كل شيء ما بي انا عندي شغله رايح البيت عمي اخذ سيف وياي هم تعاركت وياهم على متزوجتك ايش بيك لك يا عركاني مشكول عركاني تقول لي سيف وينه موجود هيات هاي جوا المزاج شوفه هياتي ها شنو هذا هذا مو قلت له روح جيب سيف من الشارجه وتعال قريت الرساله زين انت اي قلت له روح جيب سيف من الشارجه وتعال يعني قلت لك سيف جيبه من الشارجه لا ايش قلت لك قلت لك سيف ابن عمي من الشارجه يشتور روح جيبه وتعال جايب لي سيف شو اسوي بيه فدنا بجيب لي حصان عنتر من شداد اني والله ما ادري يعني شو اسوي له شو اسوي بيه جيبه وين قلبك اياتي حتى قلبك وين تدله هذا قلبك لا بس هذا تشك في قلبك خلص منك اجي تشك في قلبك خلص منك